انه فريق الاعداد يملك معلومات جدا جميله، واحدى المعلومات اللي انت قايلها للاعداد انه انا مفروض اقدم الديوان بدال نادر بن جخير، امسي عليه بالخير من ذا المكان. الله يمسيه. الكلام هذا صحيح؟ كيف؟ انك انت تبغى تقدم الديوان او تقدمه افضل من نادر؟ لا ما اقول اني اقدم افضل من نادر. طيب نادر ايش قلت له؟ بعلمك. نادر بن جخير انا اشوف اني انا احد تلاميذه اعلاميا، اخو ومسي عليه بكل خير، وبالعكس هذا مكانه. انا قلت في خاطري انه يجي اليوم اللي انا اقدم فقره مثل هذه. اي بس انت كنت تقول لهم انه انا سامي جايبني للبرنامج اشارك او اني اقدم فقره الديوان، فجاه شفت نفسي متسابق. معلومه هذه صحيحه؟ اطمئن. لا انا اقول لك انا منيتي اني اقدم، انا ودي اني. انت قلت الكلام هذا نواف؟ لا انا بعلمك، خلني ابرر واوضح. لا لا خذ المساحه تفضل. انا قلت لك، قلت انا في خاطري ومن امنيتي اني اقدم الفقره هذه، الفقره اللي تجيب المنشدين والشعراء وتستضيفهم، بحكم ما هو بكسرهم في نادر بن جخير. تشوف قوتك اقوى من نادر يعني؟ لا ما ارى ان قوتي اقوى من نادر، ولكن قوه العلاقات اللي بيني وبين الناس اللي يعرفها انا ما هي بقوى من بن نادر. لا يعني انت عندك علاقاتك اقوى من نادر؟ لا شوف انت تبي تروح تردني. اسالك سؤال، انت مصادر يا نواف، انا الحين قاعد لما اسالك في هو حوار. لا لا جعل بكل جنة، انا اشوف ان عندي علاقات امون عليهم، واني لو اجي في هالمكان ادري انهم بيعطوني عيونهم الثنتين. تدري شو اللي خوفتي؟ انه ممكن تكون حلقه حلقتين تجيب ضيوف، الحلقه الثالثه اخر شيء تجيب خالد السهلي هو اللي موجود عندك. والله يستاهل خالد السهلي. طيب وين علاقاتك والقوه اللي عندك؟ خالد السهلي من ضمن يعني ما شاء الله نادر بن جخير، ما شاء الله نادر يعني بن جخير علاقاته والضيوف اللي عنده. شفت نادر بن جخير ولا قصرهم بعد، ولا قصرهم بعد ما بقصر بعد، لكن انا لو اني يعني بمسك الفقره ولا ويعرفهم حتى نادر بن جخير يعرف الاشخاص. بتجيب خالد السهلي صح؟ لا انا كلمت. لا انا قاعد خلني اتكلم، انت كل ثالث حلقه قلت لك بتجيب خالد السهلي، قلت لي لا. خالد السهلي يستاهل ان يجيبه، والله يستاهل. اي بس بتجيبه ولا ما راح تجيبه؟ اجيبه، ليش ما اجيبه؟ اذا ما هو متسابق في النسخه نفسها اللي موجوده ابجيبه. مرحبا ومسهلا، سولف علي، قدم لي اللي عندك. الرجال بالنسبه لي ترى سوا، الرجال بالنسبه لي سوا. طيب ولكن خلينا نشوف علاقاتك، خلينا نشوف علاقاتك. انا تركت المساحه لك صح ولا لا يا نواف؟ خلينا نشوف الضيوف اللي انت تبغى تجيبهم، اذكر لي اسماء. قل لي انا يا ابو كاتم حجيب فلان وفلان. انا كان ناوي يجيب شبل الدواسر ويعرفه ابو وجه خير ونعم ويمون عليه مثل. طيب تدري ان شبر يجيبون الشباب وعلاقاته مع الشباب خلص. ان كان من الاداره او القناه او اي مكان. قومه والله طيب راس ونعم، والله والله يستاهل. اللي بعده سلطان، الشاعر سلطان بن وسام الهاجري ونعم والله، الشاعر مشعل بن محماس الحارثي، شاعر الوطن، اخذ رمحك وخذ طيب سيفك. تتوقع انه لو اعطيناك حلقه تحددها انت ايه وتحدد الضيوف اللي تبغاهم انت؟ نعم. تنسيق مع نادي ونرتب مع الامور هذه؟ نعم. موافق باذن الله، ويشرفني ويزيدني، وانا ادري انهم طيب بيجون بياض الوجه لي انا. طيب ولا تنسق مع الاعداد انها حتكون لك فقره تمام في الديوان تجي بالضيوف اللي تبغاهم. خلاص بس انت اعطيني الوقت اللي انسق انا والضيوف. تركت لك المجال خلاص عشان ما تجيني بكره تقول لي ضيوفي خارج الرياض، لا لا ضيوفي لا برا، ضيوفي ما يقدرون يجون، ضيوفي اعتذروا. لا مستحيل يعتذرون. انا تنسق مع نادر تمام، نادر اذا جاء هنا ان شاء الله باذن الله تجلس معاه وتقول له يا نادر انا عندي ضيوف 1 2 3 4 وانا اقوى منك وراح اجيبهم الحلقه. لا ما اقول انا اقوى منك، انا عندي ضيوف 1 2 3 4 بعد اذنك يا ابو جخير ابي اجيبهم. طيب انت انا ما بيك تحط بيني التماس. لا 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 ما في ما لأن في نادر بن جخير بعلمك نادر بن جخير اعرفه على الصعيد الشخصي واخو من قبل لا اكون متسابق في نسخه هو ماسك فقره فيها. طيب بس هذا كلامك للاعداد انت. لا انا كلامي واضح، قلت انا يا الربع انا في خاطري اني امسك فقره اي الديوان، نفس فقره نادر بن جخير، نفس فقره الثانيه. انا عندي ريجل اني لو اطلبهم عيونهم اعطوني اياها. ريجل ضربوا تعنوا وسافروا مسكوا خطوط يوم زواج اخوي قبل البرنامج، ما قالوا زواج اخوك احنا بنجيك في زواجك، بنت عذر من زواج اخوك، لاني انا اثق بعلمي ان شاء الله باذن الله رايتي بيضة عند الريجي، لا ادخل بوجه طليق واطلع بوجه طليق، ولا هم براديني في شيء، وبالعكس هم يدرون ان اخوهم الصغير في ذا البرنامج انهم بيمثلهم خير تمثيل، سواء منشد شاعر اي رجال في راسه طيب شرواك بيجي. طيب
بيجي. سلام.